في بدايات شهر موصول، كل من يتواصل أو يتفاعل مع ما تنشره قناة كريم بيرز تي في، وهذا دليل الاهتمام ديالكم بمختلف الفيديوهات، وذلك مفخرة لنا. هذا الفيديو وجدناه بناء على طلب منكم، حيث وصلنا برسائل وتعليقات تطلب تخصيصها للجرائم المروعة اللي عرفتها كازا في هذا الشهر الكريم، واللي كانت كثيرة من ناحية العدد ولها وقع مؤلم وكثير. كازا مدينة كبيرة وكبرت معها الجريمة، وهذا الشيء اللي كيبان من عدد الناس اللي ماتوا في الأسابيع الثلاث الأولى من رمضان في جرائم سببها أو أسبابها عفوا متعددة ومدي منها الترمضينة وطبعا قلة العقل. بوليس اضطروا في أكثر من مرة في هذا الشهر الكريم إطلاق النار لإيقاف جانحين هددوا السلامة والحياة ديال الأشخاص والممتلكات في حوادث، من آخرها الشيء اللي وقع زوال 23 رمضان بمنطقة مولاي رشيد. ثلاثة ديال الرصاصات التحذيرية اطلقها البوليس من الأسلحة الوظيفية ديالهم باش يحيدوا الخطر الصادر عن عدة أشخاص ما عجبهمش الحال، باش يعتقل البوليس صاحبهم بتهمة السرقة وإخفاء المسروق والتجارة في المخدرات. استعمال الرصاص لإيقاف مطلوبين للعدالة أو يشكلون خطر على الأشخاص والأمن ما كانش الأول في هذا رمضان، حيث سبق الدورية للدراجين أن أشهرت السلاح الوظيفي نهار السبت 25 ماي باش توقف مشتبه فيه عرض الشرطة والعناصر ديالها للتهديد باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير. هذا الشيء وقع في الوقت اللي تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك بالخصوص واحد الفيديو كيظهر فيه عدة أشخاص كيواجهوا الأمن، وهو اللي صدر فيه بلاغ من الإدارة العامة للأمن الوطني. هذا البلاغ قال باللي الأمر كيتعلق بتدخل أمني للشرطة القضائية لعين الشق، تم خلاله اعتقال مبحوث عليه بموجب ثلاثة مذكرات بحث لاتهامه بالتجار في الأقراص المهلوسة. هاد العائلة اعترضت عملية إيقاف المتهم وعرقلت عمل الشرطة. البوليس في هاد الحالات كانوا مضطرين يطلقوا الرصاص باش يوقفوا هيجان وتمرد منحرفين أو أقارب ديالهم في حوادث اللي هي واحد من عدة حوادث إجرامية عرفتها كازا، وصلت حد القتل في أكثر من 8 ديال الحالات. ومن ضمن أول الجرائم المسجلة بالمدينة في هاد الشهر الكريم وفاة جار على يد جارو بالحي الحسني قبل ساعة من الإفطار في ثالث أيام رمضان بعد ما تلقى طعانات بسكين في نزاع تافه. هاد الجريمة سبقت مقتل بائع متجول على يد زميل ديالو بسبب ترمضينة على بعد دقائق من صلاة المغرب قرب قيصرية الحي، والسبب تافه طبعا هو خلافه مع البلاصة. الملقب بالشينوي ما عجبوش الحال يدفعو صاحبه وجاب موسم عند القزار وضربو به ضربة كانت قاتلة عكس حوادث أخرى نجا فيها ضحايا من موت محقق بأعجوبة. ومن هاد الضحايا اللي نجاو طبعا ديك الشيفور الطاكسي الصغير اللي تصاب في الشباك مع زبون بالحي المحمدي، كما واحد المخزني تصاب بدوره بعد ما هاجمو مرتفق في واحد مقبرة كان كينظم الدخول ليها. هادشي وقع قبل ما يغرز واحد الفراش المسلم المقدم في عنقوب كراج علال في واحدة من الجرائم الخطيرة اللي عرفتها المدينة في هذا الشهر الكريم، واللي خلفت عدد كبير من الضحايا ما كيطيحش أحيانا حتى في الحروب. ومن هذه الجرائم مقتل شاب بدوار في الهراويين قبل أذان المغرب يوم 16 رمضان، الشيء اللي خلق بوادر حرب أهلية بين العائلتين في ظل المناوشات بيناتهم اللي استمرت عدة ساعات. ظروف السباع عرفتها أيضا منطقة مولاي رشيد بعد مقتل شابين في حيي الهرويين والمسيرة ثلاثة ومقاومة قرب للبوليس والاعتداء ديالو على بوليس بحجرة. هادشي كيبان بحال شي أفلام ديال الأكشن، ماشي غير في هاد الحالة بل حتى في ديك اللي عرفها حي الرميلة بعين الشق ملي هجموا أقارب واحد البارون للمخدرات على البوليس باش يحولوا دون الاعتقال ديالو ويهربوه. حي الألفة بدوره عاش حادث مماثل كاد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه ملي مات واحد الشاب وهجمت العائلة ديالو على عائلة القاتل قبل ما تبدأ المناوشات وعطيني نعطيك. هادشي غير القليل من الكثير ديال الجرائم اللي كتعرفها العاصمة الاقتصادية، أما ما بقي خفيا فربما أفدح وأكبر من اللي كتعيشو مدينة كبيرة بكل شيء. المهم أن القطعة والترمضينة وتفجير الغضب وقلة العقل
هي اللي وصلت لهذا الشيء في هذا الشهر الكريم ديال التسامح والعفو عما سلف وترطيب الخواطر وغسل النيات والقلوب. الله ينجيكم وولادكم ويهدي ما خلق. هذا الشيء اللي وقع في كازا وفي كل المدن المغربيه كيخلع وكيدعو لاعاده النظر في بزاف ديال الحوايج باش ما نبقاوش عفوا نتقاتلوا بعضياتنا بحال الا حنا في حرب الضحايا ديالها كيزادوا يوميا وربما اقل من الحروب.